رحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، لاباس عليكم؟ بخير صحيح؟ لاباس؟ كي درتو مع الاجواء نتوما؟ لاباس؟ بشركم مبروكه بالصحه والسلامه. صليتوا الصيام شوال ولا مازال؟ ايوا والله يتقبل النساء منكم صالح الاعمال. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد، بغيت نوجد معكم واحد الخبيزات ديال الشعير بالكمون البلدي. الخبيزات الشعير هما هادو، هادو طحين الشعير ما غربلتو ما والو، كيف شريتو زعما هكا كيف شريتو بن خالتو، وشويه ديال فرينه، هاد الفرينه غير باش تشدو ليه حيت عرفتو الشعير طحين الشعير متيتجمعش. وغادي نديرو معاه الكمون البلدي، الكمون البلدي تيجي غزال. وغادي نديرهم غير خبيزات غير صغيورين، غير هكا الكوتي الانسان يحطهم في الكوتي، تيجيو رائعين. الكمون تيتواتى مع الطحين ديال الشعير. بقاو معايا باش نعجنوه جميع. هنايا كيفما قلت لكم انا درت الطحين ديال الشعير وشويه ديال الفرينه، نديرو حفره في الوسط، غادي نديرو شويه ديال الخميره. المهم الخميره على حساب الجو، دابا راه سخون الحال، غير شويه شويه ديال الملح، ها انت الملح على حساب الذوق. وهنايا واحد شويه ديال السنيده، واحد شويه ديال حليب بودره، غير ثمن واحد المعلقه كبيره. صافي غادي نفزقوا هاد الخميره ما دافي، وهنايا واحد شويه ديال الزبده، غير واحد شويه واحد المعلقه صغيره صافي، وشويه ديال الكمون كيما قلت لكم، هادي ثمن واحد المعلقه كبيره درت هاد الكميه اللي صافي صابقنيش. تدلك مزيان تنغطيوش الماء في الاول بزاف باش ما تيجيش، تنخففوهش من الاول، نديرو غير القياس حتى تنعلقو مزيان. عرفتي تيجي زوين مع الكمون البلدي، عرفتو من السما ديالو تتكون مجهدة تيجي لذيذ. صافي غادي نبقى نستمر كنعلكو مزيان ونطلقو. وهنايا بعد ما دلكتها غادي ندير واحد السليك ديال زيت العود، راه دلكتها على سطح العمل غترديتها هنا، ندخل هذيك زيت العود صافي، تنخليوها تخمر صافي، تنخليوها نغطيوها ببابي سلوفان ونخليوها تخمر ونطلقوا. هنايا بعد ما خمرت خمرت لنا العجينه شوف ضعف الحجم ديالها، غادي نقبطو شوية السميدة ديال السميدة الشعير الدقيقة، وغادي نديرو معاها شوية الكمون ونخلطو باش نكرسو بيها. غير باش ندي باش تيجي ديك التكريصة ديالهم ديال ديك الخبيزات، زيدو شويه مكاين لا شي بقى تيجي غابيل شنو لداخل. هانت شط لا خمرات، انا ندير شويه ديال زيت العود غير باش ما تلصقيش في يدي حيت راه خفيفه. صافي
صافي تنحيد منها هاد الخميرة. طابة سطح العمل حسن. صافي تنبقى نا غير صغيورين نديروهم حتى الكوتي ولا الفطور. مرة مرة ندير شوية تبعات في يدي حيت الفطور راها خفيفة شوية تلصق في يدي. صافي تنبقى ديرلها بحال هكا. كنبدها هكا فهاد سميتها الشعير. اسمحوا لي نجيب بلاطا. صافي تنبقاو نشكلوهم غير صغيورين. صافي تنمربدولهم وجههم فهاد وهاد هاد لتحت تنحاولو نديرو غير فهاديك ديال الطحينة ديال الشعير لي رطب. شوف واش تيبان ديرهم غير صغيورين. العملية هادي بحال الميزان تنحس بهاد هادي كبيرة ولا هادي صغيرة. صافي تنمربد فهاد من تحت هاد الطحينة الشعير تخوني تيجيو لها رائعين ولدات. جاتني كبيرة شوية هادي حيت كنا تنديرهم غير صغيورين حيت غير قلتلهم الكوتي ولا الفطور ولا صافي. تنستمر هكا تنكمل الكمية اللي عندي كلها وانت راسها تكون خفيفة. صافي غادي نبقى مستمرة على هاد النهج هكا حتى تنسالي العجينة اللي عندي ونطلقها. وهنا بعد ما لول بناهم كاملين انا غادي ندير غير هكا غادي نبسطهم غير شويه ماشي بزاف. او سميتو ملي نبسطهم غير نبسطهم ما كنسالي هاد التكراس ديالهم مباشره نشعل الفران ما نخليهمش عاوتاني تيخمروا حتى تفيض فيهم الخميرة غي يطلعو شوية ونطيبوهم فران سخون. كانت غي فهاد هاد واش تيبان ولا متيبانش بعدا الطبيس لي درتلك كنت تنصاوب فيه تنقرص فيه هاكا غير بركه وحده كنبسطهمش بزاف كنقرصهمش بزاف. مبغيتش نقرصهم هنا بهذا باش ما حيت لتحت ما انت خفتي يلصق الكاريت في القبيس والفليزي
المهم كنتفاداو كاع هاو دابا هو راه بدا يخمر يدي، صدقوني تيجي ولدات والعشية هكا ولا الصباح عرفتي واحد المذاق مع زيت العود يا سلام. صافي دابا غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا صافي غادي نغطيهم دابا نخليهم يخمروا، غادي نشعل الفران يطلعوا غير شويه وغادي نطيبهم. وهنايا بعد ما طابوا الخبيزات ديال التشعير ديالنا ما حدهم سخان، راه مازالين سخان، شوف سيبه لكم ولا لا، مازالين سخان. تندهنوهم تندهن لهم الوجه هكا بزيت العود وتنحطو في ما حدهم سخان باش يعطيوهم ديك اللمعه عرفتي مع الريحه ديال الشعير، انت شوف كيتيجيو محمرين من التحت. وبالنسبه للكمون تيجي فن، انت شوف تيجيو محمرين. تديروهم غير من الفوق هاي واحد الدوزه خفيفه، ماشي تنديرولهمش زيت بزاف عاود تيبقاو يقطروا، لا انت شتي كتيجيو محمرين من هنا. نسيت جيت ندهنها من الفوق دهنتها من التحت، هادي ما نحطهاش تما باش ما تديرليش الزيت فيها. صافي وتستمر بحال هكا واحد الدوزه خفيفه بزيت العود. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، انا نحل لكم وحده انت شوف كي تيجيو راهم مازالين سخان تيجيو رطب من الداخل. نتمنى تجربوهم ويعجبكم وينالوا اعجابكم، راهم صحيين كما قلت لكم وفي نفس الوقت هكا زعما شي حاجه تحط هكا في الطبله في الكوتي في العشيه ولا في الفطور الصباح مع بريل داتاي بريل داتاي من هنا بديك التخليطه ما نقولكمش عليه، واحد المذاق تيجي رائع. انت ورتي يجي رطب من الداخل وهشاش واخا طحينه الشعير، واخا طحينه الشعير ما تقولوش غادي يجي يابس ولا غير دابا حيت راه مازال سخون. ايوا حتى هنا تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله.